أهلا بكم مجددا. أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أنها حجرت شخصين قادمين من العاصمة دمشق يشتبه بحملهما لفيروس كورونا. يأتي ذلك في ظل اتهامات من الإدارة الذاتية لنظام الأسد بعرقلة إجراءات الفحص للقادمين إلى مطار القامشلي. تشهد مناطق قصد تدفق مئات المدنيين يوميا عبر المعابر الرسمية وغير الرسمية، مما يزيد المخاوف من وصول كورونا إلى المنطقة. أسابيع مرت على انتشار فيروس كورونا في مناطق نظام الأسد، لكنها اليوم لا يبدو أنها ستقتصر على مناطق الأخير، فالمخاوف من تفشي الفيروس في باقي المناطق أضحى أقوى من ذي قبل. إذ أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أنها اشتبهت بشخصين قدما إلى القامشلي عبر مطار دمشق قد يكونان حاملين للفيروس، وأنهما نقلا إلى الحجر الصحي. الإدارة الذاتية وعلى مدار أيام اتهمت النظام بالتهاون في ملف فيروس كورونا، وأنه يعيق عملها في فحص القادمين إلى مطار القامشلي، بل إنها طالبت بإغلاق المجال الجوي وإيقاف الرحلات الجوية بين مطاري القامشلي ودمشق كإجراء احترازي لمنع وصول الجائحة إلى المنطقة. وتلك مطالب لم تلقى آذانا مصغية، وما يزيد الوضع تعقيدا هو الواقع الطبي في المنطقة وافتقاد الإدارة الذاتية لأي مخابر متطورة قادرة على كشف الفيروس. مسألة تفشي الفيروس في شرق الفرات تراها مراكز طبية أنها قوية نتيجة الرحلات الجوية المستمرة إلى القامشلي، إضافة إلى المعابر الرسمية وغير الرسمية بين قسد والنظام في الرقة ودير الزور، والتي يعبر منها الأشخاص يومياً دون إجراء أي فحوصات طبية، إضافة إلى مئات من عناصر قوات الأسد المسرحين مؤخراً والذين عادوا إلى مناطقهم في شرق الفرات. فهل انتشر حقاً الفيروس في المنطقة دون القدرة على كشفه؟ وكيف ستتعامل السلطات المحلية مع الفوضى القادمة من مناطق يديرها نظام الأسد؟ هل للأخير رغبة في نقل الفيروس إلى خصومه لأسباب سياسية؟ أم أنه هو نفسه غير قادر على كشف الفيروس وفحص عدد كبير من المسافرين؟ في خضم الفوضى الطبية في شمال شرق سوريا، يرسل أقليم كردستان العراق معدات طبية ومخابر إلى الحسكة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، إذ ووفق مصادر محلية فإن مختبرين وصلا إلى القامشلي وأنهما مرفقان بكادر طبي لإجراء فحوصات للكشف عن الفيروس. إذن لا رقيب على تنقلات المدنيين بين مناطق نظام الأسد والإدارة الذاتية في ظل واقع طبي غير قادر على استيعاب أي شيء وإصرار النظام على استمرار رحلاته الجوية إلى القامشلي. فأية حلول بيد الإدارة الذاتية لتجنيب المنطقة جائحة لا تفرق بين أحد؟ ولمناقشة هذا الموضوع معنا إدريس خلو، مدير قسم الدراسات بمركز أسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية من القامشلي، وأيضا معنا حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب جنوب تركيا. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك سيد إدريس خلو، معنا أنت عبر الهاتف من القامشلي، يعني كيف هو الواقع الطبي في مناطق الإدارة الذاتية وما أسباب هذه التخوفات من انتشار فيروس كورونا وإلى أين تتجه الأمور؟ شكرا لكم، شكرا لقناة سوريا اليوم على هذه الاستضافة. أهلا ومرحبا. طبعا في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا كوفيد 19 الذي أوقع عملية الحياة على كافة المستويات في العالم، هذا المرض أظهر الضعف في الأنظمة الصحية العالمية وأخفاقها في المواجهة، فما بالك بمناطق شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية الفتية حيث لا تستطيع أن تواجه هذه الجائحة العالمية. ونحن نعلم بأن مناطق شمال شرق سوريا النظام الصحي فيها هو جزء من المنظومة الصحية السورية المتدهورة في مجال الرعاية الصحية. هذا القطاع الذي كان على أجندة سياسة التهميش في المناطق والمدن ذات الغالبية الكردية قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011. طبعا الإدارة الذاتية بإمكاناتها المتواضعة وقد أعلنت الإدارة عن ذلك بأنها لا تستطيع مواجهة هذه الجائحة
ونحن نعلم بأن في قد أعلنت الإدارة عبر نداءاتها المتكررة، ونحن في مركز أسو أيضا أصدر العديد من النداءات بهذا الشأن، ونحن أيضا أصدرنا بيانا وقع عليها 121 منظمة وجهنا فيها ندائنا إلى جهات والمنظمات الدولية. القطاع الصحي في الإدارة الذاتية بقطاعها العام والخاص لا تملك سوى 27 غرفة للعناية المركزة وخمس أجهزة للطبق المحوري و100 جهاز للتنفس الاصطناعي. وللعلم هناك طبيبين فقط مدربين للتعامل مع هذه الأجهزة. طبعا جدير ذكره، قبل يومين فقط وصل جهازين للكشف عن فيروس كورونا من إقليم كردستان العراق. طبعا في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحن نعلم بأن أنظمة صحية عملاقة في الدول المتقدمة انهارت في مواجهة هذه الجائحة، الإدارة الذاتية لا تستطيع أن تواجه هذه الجائحة بإمكاناتها المتواضعة. في ظل طبعا نحن نعلم بأن مناطق الإدارة الذاتية ومناطق شمال شرق سوريا عدد سكانها حوالي 4 مليون، بالإضافة إلى عدد النازحين وعدد المهجرين. فقط أسر تنظيم داعش هناك 110,000 في المخيمات، بالإضافة إلى مخيمات النازحين الذي أتوا من مناطق الداخل نتيجة الحروب ونتيجة المعارك التي كانت دائرة هناك. هناك مخيمات تعج بالسكان، هذه المخيمات لا سمح الله أن حصلت أو وصلت هذه الجائحة وحلت في مناطقنا، سنكون أمام كارثة حقيقية. نعم، سأنتقل إلى السيد حسن النيفي من غازي عنتاب، أهلا ومرحبا بك مجددا. يعني الإدارة الذاتية اتهمت النظام بالتهاون، يعني ولا يريد فحص الحالات التي تأتي إلى مطار القامشلي. الإدارة طالبت نظام الأسد يعني بتفاصيل أكثر ودقة أكثر في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، لكن النظام يعني لم يستجيب لمطالب الإدارة الذاتية. إلى أين تتجه الأمور بخصوص هذا الموضوع فيروس كورونا بين الإدارة الذاتية والنظام؟ مساء الخير. يعني كما تفضل ضيفك الكريم بأن فيروس أو وباء كورونا هو وباء عالمي، وها نحن نشهد عجزا عالميا في مواجهة هذا الوباء، فلا تملك لا الإدارة الذاتية ولا سواها سوى التمسك أو العمل من خلال أساليب الوقاية. التحديات التي تقف أمام حكومة قسد في تلك المناطق هي نظرا لأن هذا الوباء في الأصل هو ليس يعني منشأه منطقة شرق الفرات، وإنما هو وباء عابر. تماما. التحديات إذن الأساسية التي تقف أمامها هي الجسور التي يمكن أن يعبر منها هذا الوباء. علينا أن نذكر أن هناك يعني ليس فقط مطار القامشلي، وإنما هناك معبران حدوديان تديرهما قسد، هما معبر الوليد ومعبر سيمالكا، مع الحدود العراقية على الحدود العراقية السورية، وخاصة على تماس مباشر مع حكومة كردستان العراق. هذان المعبران كل يوم قوات التحالف تنقل العديد من جنودها ومن عتادها عبر هذا المعبر، فضلا عن أنه يستخدم أيضا للتنقل المواطنين ما بين كردستان العراق ومناطق قسد. ثم هناك المعابر غير الشرعية أو غير الرسمية بين مناطق النظام ومناطق قسد، فضلا عن أن مطار القامشلي والذي يعتبر نظام الأسد أنه يسيطر عليه ويفرض عليه سيادته. هذه التحديات كلها أعتقد تواجه الآن حكومة قسد التي تحاول قدر الإمكان أن تحد من عبور هذا الفيروس، ولكن كما نعلم يعني الآن مطار القامشلي هو تحت سيطرة نظام بشار الأسد، ولا تملك حكومة قسد أن تملي أي أوامر عليه، لا تملك إلا أن تكثف الدوريات، وهذا ما صرحت به المسؤولة في اللجنة الصحية لسلطات قسد روجين أحمد عندما قالت نحن نسير دوريات، وهناك دوريات الآن تقف عند دوار يسمى دوار الباسل. هذه الدوريات المتنقلة تحاول رصد قوافل المسافرين الذين يأتون من دمشق إلى القامشلي حيث تبادر إلى فحصهم. وقد أكدت سلطات قسد أن أول إصابة بهذا الفيروس كانت في أواخر في 31 آذار من الشهر الماضي، حيث اكتشف هناك إصابة لعنصر من جنود النظام أتى
من دمشق عبر المطار، وقد تم رصد هذه الإصابة وأحيلت إلى المشفى الوطني المحاذي للمطار. ثم هناك في الخامس من الشهر الحالي، من شهر نيسان الحالي، تم ضبط إصابتين أيضا، ووضع حوالي 20 عنصر آخرون في الحجز الصحي. لا يمكن أن تفعل شيء سوى التمسك بأساليب الوقاية، نعم، نظرا للنظام الصحي المتهافت، ليس لحكومة قسد وإنما لنظام الأسد بشكل عام. يعني هناك لا يوجد هناك إمكانيات الوقاية، لا يوجد هناك الوسائل، وقد رأينا أن نظام بشار الأسد طلب منذ أسبوع من روسيا بشكل رسمي أن تزوده بالأجهزة الطبية لأنه لا يملك أن يواجه هذا الفيروس على الإطلاق. نعم، أريد أن أعرف، نعم، إلى أين ستؤدي هذه الخلافات. يعني الآن حكومة قسد، نعم، حكومة قسد تطالب نظام الأسد بأن ينسق معها، لا أعتقد ذلك. يعني وخاصة أن الاتفاقات بين قسد وبين النظام، يعني آخر دعني أعرف الإجراءات التي تتخذها قسد عندما اجتمع ضب. السيد حسن النيفي، دعني أعرف الإجراءات التي تتخذها الإدارة الذاتية من أجل مواجهة فيروس كورونا. ينضم إلينا دكتور منال محمد، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة من القامشلي. أهلا ومرحبا بك أنت معنا عبر الهاتف. يعني ما هي الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الذاتية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن هي الجهات التي تتعامل معها في هذا الشأن الطبي؟ نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال وشمال شرق سوريا بشكل عام وفي أقليم الجزيرة بشكل خاص أعددنا خطة للوقاية من فيروس كورونا ومنع دخوله إلى مناطقنا. لذلك قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات، منها منع دخول الوافدين إلى هذه المناطق إلا بعد حجزهم 14 يوم في الحجر الصحي، وإعداد خطة للطوارئ من أجل التعامل مع جميع الحالات المشتبهة بها، والتجهيز مراكز للحجر الصحي والتجهيز مشافي ومراكز لمعالجة الحالات التي يتأكد لنا إصابتها، وحتى الآن والحمد لله لا توجد أي حالة مؤكدة في مناطق شمال وشمال شرق سوريا. لكن السيد خلو في بداية المحور الثاني تحدث عن وجود فقط 27 سريرا للعناية المشددة في مناطق الإدارة الذاتية، وأن الوضع الطبي يعني ليس بالجيد أبدا. كيف ترى هذه المعلومات التي قالها السيد إدريس خلو وهو معنا أيضا عبر الهاتف ويسمعنا؟ سيدي العزيز، الدول ذات النظام الصحي الكبير مثل إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا لم تستطع طبعا مقاومة الفيروس بحالات، لذلك نحن سياستنا أن نمنع دخول الفيروس إلى مناطقنا. طبعا نحن نعيش في حالة حرب ونعيش في حالة حصار، إن كان من قبل النظام، إن كان من قبل الحكومة التركية، وإن كان من قبل الجماعات المسلحة المتعاملة مع الدولة التركية. لذلك طبعا نحن نعاني صعوبة من تأمين الأجهزة ونعاني صعوبة من تأمين المستلزمات الطبية، ولكن لدينا الكوادر الطبية ولدينا الإمكانات الموجودة في يدنا سنستعملها لكي نحافظ على هذه المناطق خالية من فيروس كورونا. وإن ظهرت بعض الحالات سنحاول بكل إمكاناتنا أن نحصر الإصابات في محل وجودها، سأعود إلى السيد إدريس خلو. يعني في ظل هذه المعطيات والصعوبات التي تحدث عنها الدكتور منال، يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر، وأنت يعني كمدير لقسم الدراسات كيف يعني هو الحل الأضمن؟ تحدث الدكتور منال يعني عن حجر لمدة 14 يوما للداخلين إلى مناطق الإدارة الذاتية، ما هي الحلول الأخرى بخصوص هذا الموضوع؟ طبعاً عزيزي، الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا هو ضبط المنابر الحدودية وأيضاً إغلاق مطار القامشلي. نحن نعلم أن مطار القامشلي وقد ظهرت حالات عديدة في دمشق ومدن الداخل، بعد ظهور هذه الحالات في هذه المناطق على الإدارة الذاتية أن تقوم بإغلاق مطار القامشلي. طبعاً هذا هو المعبر الرئيسي والأساس. لا ننسى بأن معبر الوليد ومعبر سيمالكا أيضا يجب يتم إغلاقهم بشكل
يعني حيث يتم فيها إقامة نقاط، هذه النقاط تكون صارمة جدا، وأن تكون هناك مناطق للحجر الصحي. نحن نعلم مطار القامشلي قبل في تاريخ 8/4 يعني قبل يومين ثلاثة أصدر الإدارة الذاتية بيانا يشتكي فيها من العقلية التي يدير بها نظام المطار، حيث عقلية المحسوبيات والعقلية الأمنية وعقلية الواسطة. نعم. نقطة أخرى اعذرني للمقاطعة، نقطة أخرى سيد إدريس خلو، اعذرني للمقاطعة بالنسبة لنظام الأسد، وهي يعني موضوع المسرحين لدى النظام، وهم يعني يأتون إلى قراهم وبلداتهم في مناطق الإدارة الذاتية. سأعود إليها مع الدكتور منال، يعني ما هو وضع هؤلاء الذين يتم تسريحهم من قوات الأسد ويعودون إلى مناطق الإدارة الذاتية، كيف يتم التعامل معهم باختصار لو سمحت؟ أؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد أي تنسيق مع قوات النظام. طبعا النظام يحاول أن يدفع بهؤلاء المدنيين من المناطق الموبوءة في دمشق وسوريا إلى مناطق الإدارة الذاتية للضغط على الإدارة الذاتية ولي زعزعة الاستقرار الصحي الموجود هناك. لذلك أي حالة إن كان عسكريا أو إن كان مدنيا نلاحظه في مناطقنا، أن كان عن طريق المطار أو في أي منطقة، وطبعا نحن عن طريق الكومينات وعن طريق المجالس وعن طريق كل الشعب فقط نعرف مكان وجود أي زائر جديد إلى هذه المناطق، نضعه في الحجر الصحي ونضعه تحت المراقبة خلال 14 يوم إن كان عسكريا وإن كان مدنيا. وما حصل في منطقة الشهباء هو خير دليل على تصرفنا هذا. ولكن كما أسلفت، نحن في مناطق في المنافذ الحدودية، إن كانت المنافذ البرية في الطبقة وفي الرقة أو في معبر الوجه أو في معبر سيمالكا لا نسمح حتى بدخول الجنازات، لذلك أعددنا مقابر في هذه نعم وصلت الفكرة، يعني وصلت الفكرة. سأنتقل بهذه النقطة إلى السيد النيفي، يعني هل من مصلحة النظام أو هل النظام لديه رغبة في نقل فيروس كورونا إلى مناطق أخرى، أم أنه غير قادر على يعني ضبط مرض فيروس كورونا في مناطقه، وأيضا ضبط المسافرين والمتنقلين سواء عبر الحدود أو المعابر البرية أو جوا؟ يعني في الأصل نظام الأسد لا يملك خيارات كثيرة، فهو في الأصل يعني لا يملك نظاما صحيا متقدما، ولا يملك المقومات الحقيقية لحماية المواطنين داخل في المناطق التي يسيطر عليها هو، فما بالك في المناطق التي تكون خارج سيطرته. يعني القناة الوحيدة التي يمكن أن يعبر منها هذا الفيروس من جهة نظام بشار الأسد هو أهم قناة، هي قناة المطار، مطار دمشق الدولي. هذا المطار ما زال يخضع لسيطرته، بالإضافة إلى الجنود المسرحين الذين تحدثتم عنهم، هناك أيضا يعني الجنود يذهبون في إجازات ثم يعودون، هناك مواطنون من المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد يذهبون ويعودون. ما يتوجب على الإدارة الذاتية هي تطويق المسافرين، أي التدقيق على المسافرين الذين يخرجون من المطار. لكن أيضا قوات قسد تواجه مشكلة، وهذه المشكلة هي مشكلة عالمية فعلا، يعني امتلاك الأجهزة الفاحصة، لا هذه الأجهزة غير متوفرة أيضا يعني في أماكن عديدة أو في معظم أماكن اجتياح هذا الفيروس. أشكرك السيد حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غازي عنتاب، كما أشكر الدكتور منال محمد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة كان معنا من القامشلي، وأيضا الشكر للسيد إدريس خلو مدير قسم الدراسات بمركز أسوا للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، وهو كان معنا أيضا من القامشلي، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.